اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي. هنتكلم فيها عن قصة عودة رمضان صبحي الى النادي الاهلي وتصريحات الكابتن اكرامي المثيرة جدا جدا جدا، وكمان رد الكابتن اكرامي على انتقال رمضان صبحي الى النادي الاهلي وحقيقة خلاف رمضان صبحي مع نادي بيراميدز وموقفه من الانتقال الى نادي الزمالك رسميا. لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا، وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما احنا عارفين طبعا قصة رمضان صبحي ورحيله عن النادي الاهلي والموقف المثير ان اللاعب فضل الفلوس والطموح على الشهرة وعلى يعني على الطموح الحقيقي وعلى النادي الاهلي. رمضان صبحي طبعا من فترة في فترة الانتقالات الصيفية طلعت اشاعات ان رمضان صبحي سيعود الى النادي الاهلي، وفي توسط من الكابتن اكرامي الشحات حما الكابتن رمضان صبحي ووالد زوجة الكابتن رمضان صبحي ان هو بيتوسط للكابتن محمود الخطيب ان هو يرجع رمضان صبحي، وان اللاعب غلط وان اللاعب صغير وابننا وغلط ونحاسبه والكلام ده كله. يا جماعة النادي الاهلي مبادئ ترسخ، النادي الاهلي ما عندوش غالي، ما عندوش خيار وفقوس. اللاعب اللي بيبيع النادي الاهلي لن يعود الى النادي الاهلي من جديد، وكلكم تفتكروا قصة الكابتن عبد الله السعيد لما راح مضى في نادي الزمالك في وجود المستشار تركي آل الشيخ، كان في الوقت ده رئيسا شرفيا للنادي الاهلي، والمستشار تركي آل الشيخ جاب عبد الله السعيد ومضى من جديد في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي من لحظتها عبد الله السعيد الاهلي عرض عبد الله السعيد للبيع ولن يرتدي تيشيرت النادي الاهلي مره اخرى عبد الله السعيد بسبب توقيعه او خروجه بشكل خاطئ. يعني في لعيبه كده يا جماعه بتبقى لعيبه، انا اسف في اللفظ، يعني بتبقى لعيبه غبيه قوي. لو انت بتدور على فلوس في النادي الاهلي، لو بتدور على طموح في النادي الاهلي، لو بتدور على شهرة في النادي الاهلي، لو بتدور انك تنضم لمنتخب مصر، يبقى من خلال النادي الاهلي. وافتكروا مروان عطية كان في نادي الاتحاد السكندري، عمر ما كان حد يسمع عنه، مروان عطية انضم للمنتخب وبيلعب اساسي من خلال النادي الاهلي. فعودة رمضان صبحي الى النادي الاهلي مستحيلة، وهنقولها لحضراتكم. الكابتن اكرامي نجم النادي الاهلي السابق بيعلق ان رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز يحتاج الانضمام حاليا وفي الوقت الحالي الى نادي جماهيري، وبيؤكد الكابتن اكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: لو رمضان صبحي خد نصيحتي بشأن انتقاله للزمالك هقول له لا، ولكن في النهاية القرار قراره. وقال الكابتن اكرامي قائلا: لو كان رمضان صبحي استشارني في امر رحيله عن النادي الاهلي وانضمامه الى بيراميدز كنت هرفض رحيله عن النادي الاهلي. وبيؤكد رمضان صبحي له شخصيته وهو المسؤول عن قراراته، وعن إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي قال: كل شيء وارد ولكن صعب جدا في وجود الإدارة الحالية. برمضان صبحي طبعا انتقل إلى نادي بيراميدز موسم 2019-20 من نادي هادرسفيلد الإنجليزي بعد نهاية إعارته مع النادي الأهلي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم رمضان صبحي لن يعود الى النادي الاهلي من جديد، ورد الكابتن اكرامي رد صادم بشأن انتقال رمضان صبحي الى الزمالك. كشف الكابتن اكرامي الشحات نجم النادي الاهلي السابق عن موقفه من انتقال رمضان صبحي زوج ابنته ولاعب نادي بيراميد الى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. وقال اكرامي الشحات خلال استضافته في احد القنوات التلفزيونية: إذا رمضان صبحي طلب نصيحتي بشأن انتقاله إلى نادي الزمالك سأقول له بكل تأكيد لا، لكن في النهاية هذا قراره الشخصي. إكرامي بيقول: كنت سأنصح رمضان صبحي بعدم الرحيل عن الأهلي لو كان استشارني،
ولكن القرار قراره والأمر أمر. الأنباء الحالية طبعاً مع كل فترة الانتقالات بتؤكد إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي من نادي بيراميدز. رمضان صبحي انتقل إلى نادي بيراميدز خلال فترة سوء انتقالات موسم 2019-2020. ما هي المدة المتبقية في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز؟ يتبقى في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز موسم ونصف ينتهي في صيف 2025، يعني من الصعب جدا التفريط في رمضان صبحي من نادي بيراميدز غير بمبلغ يكون مبلغ خرافي جدا جدا جدا. كمان الكابتن احمد شوبير بيكشف حقيقة خلاف رمضان صبحي مع بيراميدز وموقفه من الانتقال إلى نادي الزمالك. كشف الإعلام الكبير أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن طلب بيراميدز من رمضان صبحي تخفيض تعاقده وموقف اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. قال شوبير في تصريحات إذاعية: لا صحة على الإطلاق لما يتردد بخصوص طلب بيراميدز تخفيض عقد رمضان صبحي، واللاعب مازال يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 25. وقال كمان: بيراميدز ملتزم جدا جدا ماديا مع لاعبيه ولا توجد اي مشاكل، ورمضان لم يطلب الرحيل الى النادي واللاعب باق ومستمر مع بيراميدز. وعن صفقة احمد حمدي قال: الحديث عن انهاء بيراميدز صفقة احمد حمدي امر غير صحيح لكنه وارد جدا. النادي الاهلي يا جماعة ليه مبادئ بترسخ وليه قوانين بترسخ، وليه يعني صعب النادي الاهلي يكسر المبادئ. ولو رمضان صبحي ما يعرفش كده يسأل الكابتن عصام الحضري اللي كان في عز توهج عصام الحضري، وافضل فترة في حياة عصام الحضري الفترة اللي طرق النادي الاهلي وراح سيون السويسري لو تفتكروا، ورجع عصام الحضري ندم وقال: انا على اتم الاستعداد ان ارجع النادي الاهلي والعب للنادي الاهلي مجانا بدون ولا جنيه حتى الاعتزال. هر عصام الحضر يا جماعة عاد من جديد للنادي الاهلي رغم كل الكلام اللي هو قاله، رغم كل الاعتذارات اللي هو قدمها، هل عصام الحضر عاد؟ لن يعود. الكابتن احمد فتحي اللاعب المحترم اللي ما فيش حد يقدر يقول في حقه حاجة، لعب للنادي الاهلي اكتر من 4 شهور مجانا حتى نهاية عقده، ورحل عن النادي الاهلي من بوابة النادي الاهلي وفي احتفال من مجلس ادارة النادي الاهلي. هل احمد فتحي يعود من جديد للنادي الاهلي؟ صعب، صعب عودة احمد فتحي، صعب عودة شريف اكرامي، صعب عودة عبد الله السعيد، صعب عودة اي لاعب خرج بشكل غير اخلاقي من النادي الاهلي نهائيا. ولو مش عارفين كده اسألوا الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، مع ان الكابتن حسام وابراهيم على فكرة كان موقفهم مختلف تماما. كابتن حسام وابراهيم كان العقد بتاعهم انتهى مع النادي الاهلي والادارة لن تجدد عقود انضمامهم من جديد للنادي، وقالوا لهم شوفوا لكم نادي. فالكابتن حسام وابراهيم رحلوا عن النادي الاهلي وانتقلوا لنادي الزمالك. هل هم عادوا من جديد للنادي الاهلي؟ لن يعودوا للنادي الاهلي، لان دي مبادئ بترخص في جيل بعد جيل. ولكن في ناس ممكن تقول لك ايه، في ناس ممكن تقول لك ان رمضان صبحي غلط وفيها ايه يا جماعه لما يرجع للنادي الاهلي، ده ربنا سبحانه وتعالى بيسامح. احنا مش ربنا، احنا بشر وعباد، احنا بشر وعباد، من حقنا نزعل، من حقنا نسامح، من حقنا ما نسامحش، لان احنا بشر، احنا مش ملايكة، تمام. ولكن دي مبادئ النادي الاهلي ومحدش يقدر يتكلم فيها. يرجع رمضان ما يرجعش رمضان دي قرار في ايد مجلس ادارة النادي الاهلي، بس اللي انا عارفه ومتأكد منه ان النادي الاهلي لن يعود من جديد رمضان صبحي الى النادي الاهلي. وافتكروا كلامي ده كويس جدا جدا. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى من الله يعني ان الحلقة تكون عجبت حضراتكم،
يا ريت تدعمونا باللايك للفيديو وتكتبوا لنا في التعليقات، هل تتوقع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي؟ هل تتوقع انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك في يناير ولا لا؟ يا ريت تجاوبوني في التعليقات. بشكرك يا صديقي انك كملت معايا الحلقة للنهاية، ما تنساش اللايك والاشتراك والشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.